اهلا بكم مشاهدينا في ماكسي سبور، مجلاتكم الرياضيه اليوميه على قناه ميديان تي في. في حلقه اليوم سنتحدث عن النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي انتظر حتى الجوله الرابعه ليفتتح سجله التهديفي في الليغا مع ناديه الجديد ريال مدريد. ثنائيه شارك فيها الدولي المغربي ابراهيم دياز الذي دخل بديلا في مباراه النادي الملكي مع ضيفه ريال بيتيس الذي يلعب له الدولي المغربي الاخر عبد الصمد الزلزلي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة برشلونة الإسبانية الصحفي الرياضي الزميل والصديق يوسف التبسمني. يوسف أهلا بك وشكرا على حضورك معنا في ماكسي سبور. أهلا زميلي سي عبد الله، تحية طيبة لك ولكل مشاهدينا الأعزاء وعودة ميمونة بطبيعة الحال. شكرا لك سي يوسف، أهلا بك من جديد. نبدأ الحوار ديالنا سي يوسف بالنجم الفرنسي كيليان مبابي. كيليان الذي تمكن من تسجيل ثنائيه في مباراه فريقه ريال مدريد الامس على حساب فريق ريال بيتيس، اول مره يعني مبابي انتظر حتى الجوله الرابعه ليبدا او يفتتح سجله التهديفي مع النادي الملكي. يوسف بطبيعه الحال كيليان مبابي لاعب كبير، لاعب هداف، لكن كانت هناك مجموعه من علامات الاستفهام مطروحه خصوصا بسبب علاقته التي كان يشوبها نوع من التشنج مع فينيسيو جونيور. نعلم أن اللاعبين يفضلين الجهة اليسرى، كانت هناك خرائط حرارية توضح أن اللاعبين كان يعني يحتلان نفس التموقع نفس المنطقة، وكانوا يتركون يعني منطقة المهاجم الصريح أو التسعة أو رأس الحربة فارغة تماما. كان هناك كذلك جدل حول من هو المنفذ الرئيسي لضربات الجزاء، وبطبيعة الحال كان المشكل الرئيسي أو كل هذا الضجيج الذي كنا نسمعه من الصحافة الإسبانية كان يأتينا بسبب العلاقات الشخصية وليس بسبب يعني جودة اللاعب أو مدى قدرته على تسجيل الأهداف. نرى أنه بدأ يتأقلم شيئا فشيئا. في الندوة الصحفية بعد مباراة بيتيس شاهدنا كيف أنه يعني ظل تقريبا ربع ساعة يجيب على كل أسئلة الصحفيين ويقول أنه فقط مسألة يعني تأقلم مع نادي جديد، مع طريقة لعب جديدة. في باريس سان جيرمان كان يلعب بطريقة مختلفة، الآن أنشيلوتي يفرض عليه اللعب في موقع التسعة في موقع المهاجم الصريح، وهذا ما يصعب عليه ربما يعني التأقلم مع هذه الخصائص الجديدة، خصوصا وأنه لاعب لا ليس من خصوصياته يعني التموقع والتحرك بطريقة التسعة. هو ليس بنزيما، هو ليس ليفاندوفسكي، هو ليس هالاند، ويعني لاعب يجيد يعني تغلغل من الجهة اليسرى والتسديد يعني من خارج المرمى، ولكن يعني شيئا فشيئا بدأ بالعودة إلى مستواه. نعم يوسف، يعني الفرق بين ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي فرق كبير كبير بزاف. عندما حط الرحال مبابي بالبي اي جي لم يكن لاعبا كبيرا كما هو الحال اليوم، ولكن ذهب لفريق ربما اعتمد عليه كنجم اول وكنجم اوحد. اليوم في الريال هناك مجموعه من النجوم، هناك فريق متكامل يعني يسيطر محليا وقاريا. بطبيعة الحال يعني انت عندما تصل الى نادي مثل ريال مدريد فبالتأكيد ستجد اسماء كبيرة جدا. الحمد لله انه لم يجد اسماء في السابق مثل رونالدو وبنزيما وكروس في عز يعني في عز ايامه ومودريك كذلك، بل وجد فقط فينيسيوس كنجم اول. والنزاع الان هو على من الذي سيتصدر يعني لائحة التألق بالنسبة للاعبين ريال مدريد. فينيسيو جونيور حسب ما يصلنا من مجموعة من المقربين من نادي ريال مدريد يسأل يعني في بعض الأحيان حتى على مستوى مبيعات قميصه مقارنة مع قميص مبابي، فتصور يعني الندية. ونحن نعرف يعني أن فينيسيوس لاعب لا يحب يعني أو لا يتقبل الهزيمة حتى في بلاي ستيشن، فما بالك في الواقع على الملعب وأمام يعني وافد جديد هو في نظره منازع له في التألق وفي النجومية في ريال مدريد. بالفعل يوسف، النقطة اللي بغيت نتكلم عليها هو أن الضغط اللي كان على هذا اللاعب كيليان مبابي. إبراهيم دياز الدولي المغربي اللي كان دخل بديل مباراة الأمس وكان فاعل صراحة وشارك في هذا الهدفين اللي سجلهم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، خلف تصريح صحفي بعد المباراة بأنه تكلم مع مبابي وقال له بأنه يجب أن تسجل في هذه المباراة ويجب أن تكون هادئا. هذا المساج بين اللاعب دياز
وكيليان مبابي يجب ان تكون هادئا سنسجل. هذا يؤكد بان كان هناك ضغط كبير على مبابي في هذه المباراه ولا منذ يعني تاخره في تسجيل اهداف الليغا الاسبانيه؟ حتى ترى يعني مستوى الانسجام بين ابراهيم عبد القادر دياز وبين كيليان مبابي، حتى يعني من باب المزاح هناك من قال لابراهيم دياز يعني حتى اذا لم يكن هناك ضغط كافي على كيليان مبابي انت زدته ضغطك الشخصي، يعني بتلك العباره يجب عليك ان تسجل في هذه المباراه، لكن هذا يقال من باب المزاح. ابراهيم دياز علاقته بمبابي علاقه يعني جد جيده، يكفي ان نرى طريقه الاحتفال بالاهداف البارحة وكيف يعني أن كيليان مبابي أول من هنأه بالهدف الأول في المباراة كان هو إبراهيم دياز الذي وصل إليه يعني الأول لعناقه إلى آخره. إبراهيم دياز البارحة في نظري وفي اعتقاد مجموعة من الصحفيين هنا في إسبانيا، أتحدث لا أتحدث عن يعني صحفيين من الدرجة الثانية بل أتحدث عن خيرة الصحفيين الإسبان، أتحدث عن كادينا كوبي، أتحدث عن مانولو لاما، أتحدث عن تشيرينغيتو وما أدرك ما تشيرينغيتو، الجميع أشاد بإبراهيم عبد القادر دياز وقال أنه كان هو الرجل الذي قلب المباراة. المباراة كانت تحتاج إلى قتالية، إلى سرعة، إلى كما نقول بلغة كرة القدم أرجل طرية، وإبراهيم دياز هو الذي أعطى لأنشيلوتي هذه المسألة. هذه في الهدف الأول يعني ركض وراء كرة كانت مفقودة، كان الجميع يقول أنها ستخرج من التماس، أنقذها فوق الخط، عاد بها، نظم يعني هجوما خاطفا مع فالفيردي بالكعب والهدف. وفي الهدف الثاني يعني هجوم مضاد بسرعة فائقة جدا، وصل ومرر تمريرة جميلة جدا بين الخطوط، كسر فيها خط دفاع بيتيس وترك فينيسيوس وحيدا امام الحارس، احرز اثر ذلك يعني ضربة الجزاء الذي سجل منها الهدف الثاني، فيعني كان ممتازا في بعد دخوله الى المباراه. هو يوسف ربما مشكل دياز هو انه لن يكون لاعبا اساسيا في الرياض في الشوط الاول، لانه دائما يدخل كبديل وكيعطي واحد الاضافه كبيره للفريق ديالو وساهم فوزه في عدد المباريات. قبل ما نوصل نقاش يوسف نتابع التقرير التالي لساره الدوحي ثم نعود. انتظرت جماهير ريال مدريد الجولة الرابعة من أجل متابعة أول أهداف النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص الفريق الملكي. أمام ريال بيتيس استعاد مبابي حصه التهديفي العالي موقعا على ثنائية مهدت الطريق لفوز صعب على بيتيس. الفريق الملكي لعب تحت ضغط النتيجة بعد ابتعاد برشلونة بفارق 7 نقاط قبل مباراة بيتيس، وهو ما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض اللقاء بأفضل تشكيلة ممكنة، مدعومة من النجم المغربي إبراهيم دياز في الشوط الثاني الذي دخل بديلا في الدقيقة 65 ونجح في مساعدة الفريق على صناعة الكثير من محاولات التسجيل. دياز الذي يحظى بثقة أنشيلوتي يقدم مردودا رائعا منذ التحاقه بالنادي الملكي، يسعى من جهته لكسب مكان أساسي في تشكيلة الميرينغي. فبين تألق دياز وتسجيل مبابي يحاول ريال مدريد تدارك البداية المتعثرة في الليغا وتصحيح الأوضاع من أجل الحفاظ على لقبه بطلا للدوري الإسباني. إذن تألق كبير يوسف للاعب المغربي إبراهيم دياز يعني الذي التحق بالفريق الملكي يعني منذ سنتين. هذا الموسم كان نقاش كبير بأن دياز قد يغادر لأن الفريق مدجج بالنجوم، قدوم مبابي، بزاف اللاعبين كيلعبوا في المكان ديال دياز، ولكن دياز يؤكد بعد كل مباراة بأنه عنصر أساسي في التركيبة ديال المدريد ودائما أنشيلوتي يثق به، كيدخلوا بالفعل كبديل ولكنه يكون بديل ذهبي يسجل ويصنع أيضا أهداف. هو إبراهيم دياز هذا الموسم كانت له أو توصل عن طريق وكيل أعماله بمجموعة من العروض، لكنه فضل المغامرة والبقاء في ريال مدريد. بالتأكيد هذه العروض كانت يعني تضمن له المشاركة كأساسي في مجموعة من الأندية، لكنه فضل البقاء في ريال مدريد وأخذ على عاتقه يعني الفوز في نهاية المطاف في هذه المغامرة، لأنها في نهاية المطاف مغامرة بكل المقاييس، أنك تكون في نادي فيه فينيسيو جونيور، فيه فالفيردي، فيه يعني مبابي، وأنك تحاول أنك تضمن المكانة ديالك، فهذه مغامرة كبيرة جدا. لكن نرى
في هذه المباريات الأخيرة ديال ريال مدريد، خصوصا المباراة الأخيرة، أن إبراهيم دياز سيتحول بالتأكيد إلى اللاعب رقم 12، أنه هو التغيير الأول الذي سيقحمه يعني أنشيلوتي في الأشواط الثانية من كل المباريات، لأن ربما يكون دفاع الخصم يعني قد تفكك نوعا ما، وهناك أين يجد يعني إبراهيم دياز منجمه من الذهب للوصول إلى المرمى ولترك بصمته وتلك التمريرات في العمق، تلك التمريرات التي تكسر خطا أو خطين بتمريرة واحدة. فأظن أن في الشوط الثاني سيكون إبراهيم دياز مهما جدا بالنسبة لريال مدريد. نعم يوسف، هذه المباراة بالذات ديال ريال مدريد وفريق ريال بيتيس كانوا فيها جوج لاعبين مغاربة، كان إبراهيم دياز فريق ريال مدريد، وكان أيضا اللاعب عبد الصمد الزوزولي فريق ريال بيتيس. قاوم أو الشهادة الزوزولي كما عودناه، كما تألق أيضا في دورات الألعاب الأولمبية هناك في باريس، وقاد المنتخب المغربي نحو تتويج غير مسبوق بالميدالية النحاسية هناك في الملاعب الفرنسية. لعب البارح ولكنه لم يوفق في تسجيل الأهداف. هذا الثنائي يوسف غيكون حاضر في المباريات القادمة للمنتخب المغربي يوم الجمعة المقبل ويوم الاثنين المقبل أيضا في تصفيات كأس أفريقيا، مباراتي الغابون وليسوتو في تصفيات كأس أفريقيا اللي غيضمن المغرب شهر 12 من العام 2025. تألق اللاعب المغربي أكيد سيعطي دفعة قوية للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة يوسف. إن لو سجل عبد الصمد الزلزولي تلك الرأسية في الدقيقة 8 في مباراة البارحة، ربما كنا سنتحدث الآن عن سيناريو مغاير تماما، ولا أحد كان سيتكلم عن مبابي، بل الجميع كان سيتحدث عن بيتيس وعن أنه استطاع هزيمة أو تحقيق تعادل في سانتياغو برنابيو. يوسف، هذا ما كنت تتمناه أعتقد، و بلا ما تفضحنا سي عبد الله. كنا نتمنى ذلك حبا في برشلونة، ولكن كذلك ومن درجة أولى حبا في عبد الصمد الزلزولي لكي يتألق ولكي يكتب اسمه بمداد من ذهب في مباراة البارحة التي كانت تمر في كل القنوات العالمية، فربما هذا كان سيعطيه يعني أو سيزيد من قيمته لا السوقية ولا الرياضية. عودة إلى يوسف سؤالك، فيعني المنتخب المغربي الآن، في السابق كنا دائما يجب علينا يوم السبت أو يوم الأحد أن نبحث في القنوات الفضائية، ربما في البطولة الفرنسية أو في بعض المباريات الثانوية ديال البطولة الإسبانية أو البطولة السويسرية إلى آخره، لنرى لاعبا من لاعبي المنتخب الوطني المغربي. نعم. الآن بدأنا نرى لاعبي المنتخب المغربي في أهم المباريات ديال كل دورة. البارحة نعم. بالفعل يوسف سنناقش هذا الموضوع في حلقات قادمه ماكسي سبور، الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك يوسف السماني الصحفي الرياضي، كنت معنا من مدينه برشلونه في اسبانيا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. ختام هذا اليوم مشاهدينا من ماكسي سبور، شكرا على طيب المتابعه، في امان الله.